قلت له انا مصور مب ولا حاجه، بس اعطيني بس بدي اشوف صورته. السؤال بدي اساله اياه. لا اروع القصص، اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب. انت ما سمعت وجهه نظره؟ لا ما سمعت. اذا بدك تسال سؤال واحد، شو بده يكون السؤال؟ السؤال اذا بدي اساله اياه انه ليش مثلا ما تحملت ضل معي، وانه كمان انه ليش مثلا هلا ما عم تجي لتساعدني ولتخليني انه اتسجل. شو بتعرف عنه؟ سمعت انه عندها مجوزه وعندها اولاده وعندها حياتها، يعني مرتاحه وكل شيء. ليش ما بتحاول تقرب وتعمل فشخه؟ هي ما قربت وانا بخاف. بدك نعمل اول فشخه اليوم؟ نجرب. شو بدك تسألها؟ ليش عملت هيك في لأول مرة من 16 سنة عباس بواجه أمه بسؤال واحد، ليش عملت هيك؟ ألو ألو أهلا. ألو مرحبا. هلا، مين معي؟ ست بتول. ايه تفضلي. ست بتول معك مالك مكتبي. اهلا اهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ كثير بحضرك انا. تسلمي، شكرا شكرا لك وشكرا لساعتك بتول. الله يخليك الله يخليك يا رب. قادره تحكي او مشغوله؟ لا تفضل تفضل خيي تفضل. يوم باي ظروف عم تقطعي؟ يوم انت امراه متزوجه، كم ولد عندك؟ أنا عندي 5 أولاد. 5 أولاد عايشين معك كلهم؟ 5 أولاد عايشين معي كلهم، وكلهم صغار الصراحة. يعني قديش أعمارهم الخمسة؟ أنا أصغر أكبر بنت عندي أكبر شيء عمره 10 سنين، وأصغر شيء عمره 10 أشهر تقريبا، 10 أشهر وشوي، بعد ما طبق السن يعني. بس 5 أولاد عندك؟ عندي 5 أولاد. أنا الصراحة كنت متجوزة قبل وعندي ولد، بس أنا عندي 5 أولاد يعني من جوزي هلأ يعني. وليش ابنك من أول زواج ما عديتيه؟ قلتي لي بس 5. ما عديته الصراحة لأنه في مشاكل يعني بيني وبين بد جده، وهو الصبي يعني قاعد مع بد جده، وبد جده يعني الصراحة تربيته مش تربيتي أنا. كل قديش بتشوفي لابنك؟ كان ابني عمري 6 أشهر وقت اللي قشطوني اياه، يعني كنت جوزت انا صغيره، كان عمري ب 13 سنه. قشطوك اياه؟ قشطوني اياه اهله، يعني رجعت لعندهم قشطوني اياه للصبي، رحت رفعت دعوه ما كان يقبل القاضي كلامي لانه انا قاطعه. هن قشطوك الولد او انت تنازلتي عن الولد؟ لا لا مش مضبوط، انا معي استفسار انه انا بيي راح على الحبس لعند بيو وقال له لبيو انا بعطيك ابني بس تنزلونا عن الصبي بدل الصبي. ليش قبلتي؟ اي ظروف تكون عم تقطع فيها الام انه تتنازل فيها عن اغلى اغلى حدا عندها؟ ما متمثلي انا ما تنازلت ولا بتنازل، انا احوي عندي 5 أولاد واذا بشوف حياتي معهم عندي اياهم بيسفوا الدنيا. سؤال في ورقة من إيدي بتقول أنا الموقع أدناه أقر بأنني تنازلت عن كافة حقوقي المادية القانونية والشرعية وعن طفلي وأنني خرجت من منزل زوجي دون علمه ودون رضاه وأنا بكامل قواي العقلية. لا ما متمكتبي انا، ما هذه الورقه مش مضبوطه، مش هيك. انا وقتها اجوا وضوني على ورقتين، كان ابني صغير عمره 6 أشهر على ايدي، انا اللي خلفته من بيت اهلي وانا ضليني 6 أشهر انا ربيه. عم راحوا لعند اهلي بدهم يجيبوني لعند جوزي قال نص صالح وهيك، بس جيبوني لعند اهلي ضربوني قشطوني اياه وضوني على ورقتين، على ورقه التنازل انا كنت قاصر، وضوني على ورقه الطلاق. باي ظروف امي بتمضي بأي ظروف الأم بتمضي على ورقة إعدامها مثل هالورقة؟ أنا ما مضيت بخاطري ورضاي، أني ضربوني وقالوا لي بدك تتنازلي عن كل شيء ومش عارفة على شو مضي أنا. يعني أنا قشطوني إياه من إيدي. أنا ما بنسى هذا المشهد يا مالك مكتبي، إذا أنت بتسأل عنهم بتعرف شو قصتهم هول الجماعة. عرفت كيف؟ هي ما بنسى اللحظة أنا وقت اللي قشطوني ابني فيها. وقت اللي أنا
قشطوني ابني بهالطريقة مني، قال لي قام شو بدك تعمل؟ وأنا أعصر مش قدراني أعمل شيء، والصراحة نحن وضعنا عقدنا كاملة ماني قدراني أعمل شيء. كنت أنا 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 رحت على بيت أهلي جنات، أنا ضليت شهر ما قادر أقوم أوقف على جري، ما قادر أوقف على جري، كرشحت ما قدرت أوقف على جري، إحنا بنخبي فكرة ابني. طيب عم بتقولي انه قشطوكي ابنك وحرموكي من ابنك، بالمقلب الاخر ليش الام خلال كل هذه السنوات ما كانت عم تطمن عن ابنها، ما كانت عم بتزور ابنها، ما كانت عم بتسمعه هالوجهه النظر هالحرقه والالم اللي اليوم بصوتك؟ انا رحت وعده مرات جيت بدي شوفوا يخبوه، علموا المدرسه كرمال انا ما روح، انا رحت عده مرات بدي شوفوا بالمدرسه لكانوا يقبلوا خبوه عني، رحت سرقت صور وبعدهم صور معي لهلا، سرقت من المصور قلت له دخيلك اعطيني اياه، قام قال لي محلفيني انه ما اعطيك اياهم بيخبوا لي بيتي، قلت له للمصور ما بقول لحدا بس اعطيني بس بدي اشوف صورته. عرفت كيف؟ اليوم لأول مرة عباس عم بيسمعك، عباس شو بدك تسألها؟ السؤال بدي أسألها إياه، ليش عملت هيك؟ قالت ليش عملت هيك؟ في عندي بعد سؤال، إنه طيب إذا في مشاكل قديمة، أنا شو ذنبي لحتى مثلا ما أتسجل؟ هون بيت القصيد، واليوم بتمنى اليوم نقدر نجمع بين عباس وبين أمه لأول مرة، ولكن عباس غير أنه عاش من حرمان من أمه، ما قدر يكون عنده حنان الأم وعاطفة الأم الضرورية لنمو كل ولد، اليوم عباس عنده مشكلة أساسية، هو حباس من دون أوراق، واليوم الأم وضروري يعني خطوات من قبل الأم كرمال عباس يقدر يحصل على أوراق ويقدر يكفي جماعته ويقدر فعلا يكون إنسان موجود بهذا المجتمع. بده وراء، ولا يقدر يكون بده وراء، الأم عندها دور أساسي بالمحكمة الشرعية لرفع دعوى إثبات نسب، ضروري جدا لينعمل الفحوصات اللازمة وبعدين بنراعى المحكمة المنفردة المختصة بالنظر بالقضايا الأحوال الشخصية لتسجيل عباس، وعباس يطلع له أوراق. فدور الأم دور ضروري اليوم، وطلب منك اليوم إذا ممكن نتضافر كلنا سوا، جهودنا كلنا سوا، لأول شيء نقدر نعطي الأوراق لعباس، نقدر نبلش بالوراق لعباس إلى أن نرجع نقدر يلتئموا الجراح وترجع الأم تقدر تحضن ابنها وتعوض له كل هالسنوات يلي مضيت. أنا بعمل كل المطلوب مني لهالصبي يسجل اليوم قبل بكرة. أنا أول شيء بدي أشكر ثقتك، أشكر محبتك، أشكر تعاونك اليوم. شيء إضافي اليوم تعلمته بالحلقة الليلة أنه أهمية سماع القصة من الطرفين، لأنه مش ممكن تكتمل القصة من دون ما نسمع الطرفين، واليوم أنا سمعت وجهة نظرك، سمعت الألم، وهيدا كان أنا علامة استفهام، أي ظروف بتخلي أم تتخلى فعلا عن ابنها؟ اليوم سمعنا هذه الأم شو اللي دفعها إلى تمضي ورقة إعدامها.